بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادة الحضور ومشاهدين الكرام، سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، والسيد أسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامي، وأيها الحضور الكريم من المثقفين ومن الأدباء ومن الأساتذة ومن محبي الثقافة، أحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عاصمة الثقافة الإسلامية، من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق خيوط النور دائماً وتعانق السماء عالياً لتفتخر بها دولة الإمارات من إمارة الشارقة. فنقول أهلاً وسهلاً بالجميع، ونقول أهلاً وسهلاً بضيفنا لهذه الليلة، ضيف أخاط في ثوب الثقافة حروف تلألأت في قطعة قماش تلامست جدار القلب فرحبت به. ونقول أهلاً وسهلاً بالشاعر والأديب وأيضاً الأكاديمي الأخ الصديق تميم البرغوثي، فأهلاً وسهلاً بك. مرحباً بك وبالحضور الكريم، مرحباً بكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير وعلى ما تحبون إن شاء الله. حياك الله. حقيقة يعني لو جلسنا لمعرفة خيوط الحوار فيما بيني وبينك نلاقيها تلاشت لسبب، لأنه جمعنا وإياك حوار جميل وأصبح على الفطور فيعني خذينا في الحديث أخذا وعطاء، وكان حديث جميل تقاربت فيه يمكن الأنفس والأفكار نوعا ما. حوار القوافي، هذا عنوان ما نحن موجودين له اليوم في هذا المجلس الرمضاني. والحقيقة دعني أقول لمركز الشارقة الإعلامي شكرا لهذا المجلس الرمضاني اللي بالفعل على سنوات عديدة كبر ولدت كفكرة في ذهن مبدع، وأصبحت اليوم على أرض الواقع، وها هي تنمو وتكبر وتصبح رجل ناضج. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يصبح ناضج وفتي في المستقبل بإذن الله. فنحن وأنا وإياك اليوم ضيوف المجلس الرمضاني، وفي نفس الوقت متحاورين، فنجعل هذا الحوار بيني وبينك حوار أخوي وممتع إن شاء الله، يصاحب حروف ستخرج إن شاء الله بقصائد من بوحك بإذن الله. تسلم. فبادئ ذي بدء، حوار القوافي كما قلنا سابقا بتعبير او اخر، هذا الحوار دائما الشعراء يحسون في ذاتهم في وجودهم لمثل هذه الحوارات. الا تعتقد بان بالفعل مثل هالحوارات تثري الساحه الثقافيه وتزيد المعرفه لدى المتلقين؟ نعم. اولا الشكر الجزيل على أصحاب هذه الفكرة ومنفذيها والقائمين عليها. وفي اعتقادي زي ما كنا بنحكي قبل ما جينا هون، زي ما تفضلت، الشعر كلام، بس كلام أكفأ، كلام أكثر كفاءة، أو أكثر الكلام كفاءة، يؤدي كل وظائف الكلام. إذا كان المطلوب من الكلام يكون مضحك، فإذا نظم شعراً مفروض يكون أكثر إضحاكاً، يبكي يكون أكثر إبكاءً، يوضح يكون أكثر بياناً، إلى آخره. طيب ليش هذا مهم؟ ليش نعمل ندوات عن الشعر وعن حوار القوافي؟ وليش في مكان زي هذا وفي ظرف زي هذا؟ إذا كان الشعر كلام، والكلام والفنون عموماً من مشكلات الخيال، الخيال في اعتقادي هو جزء أساسي من بنية السلطة والحكم والسياسة في أي لحظة من لحظات لازم التاريخ. لازم يدخل التخصص، لازم يدخل. وإحنا في فترة الأمة كلها مهددة فيها، الأمة كلها منقسمة على ذاتها، الأمة كلها فيها حروب أهلية، الأمة كلها في حالة خطر، وهذا المكان اللي إحنا فيه أيضا في حالة خطر. فإذا بدنا نحكي عن عاصمة الثقافة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، الخيال، الكلام قد يكون في باب من أبوابه سفينة نجاة في هذا البحر المتلاطم من الانقسامات والصعوبات. خليني أوضح هاي النقطة شوي. بالفعل يراد لها توضيح أكثر. أنا أعتقد أنه الحاكم موجود في خيال المحكوم، والقوي موجود في خيال الضعيف، وأي حاكم لا يستطيع
أن يحكم إلا إذا كان في آخرون يرون أنه حاكم واجب الطاعة. هو لا يملك من القوة إلا ما ضم قميصه. كل قوة أخرى نابعة من رغبة آخرين في طاعته ومن فكرة في خيالهم عنه. إذا مجموعة من الناس قرروا أنه حاكمهم مش حاكم بيبطل حاكم، هو حاكم فقط بسبب خيالهم. الكلام والشعر منه والفن أيا كان منه هو يشكل هذا الخيال. ففي فترة فيها تلاطم سياسي وانقسامات سياسية وخيالات أو أفكار متناقضة، التأكيد على وحدة الأمة، على لغتها، على التواصل بين أطرافها، والشعر جزء من ذلك، والكتابة جزء من ذلك، واللغة العربية جزء من ذلك، هذا يوحد ولا يفرق، ويشكل في حد ذاته عمل مقاوم لعملية التفتيت هذه. بلادنا هاي كلها قسمت، رسم خطوط على الأرض وعلى الخرائط رسموها إنجليز وفرنسويين وقسموها دول، لكن ما قسموش اللغة، ما قسموش الكلام، اللغة العربية كلنا بنفهم نفس اللغة، ولا الشريعة، ولا الشريعة. حط الشريعة مع اللغة، حط هاي الفلسفة مع الفن، توصل لما يسمى بالثقافة. نعم، تحكي عن عاصمة الثقافة الإسلامية. أكيد صح. إذن هاي الثقافة الإسلامية بفنونها، بلغتها، بلغاتها، واللغة العربية إحدى اللغات المنتمية للفضاء الثقافي. نعم. الإسلامي مهددة ومنقسمة على ذاتها، وتأكيدها ورعاية فنونها ورعاية لغتها ورعاية التواصل بين أطرافها هو عمل يقف أمام هذا التفتت وأمام هذا الانقسام. قد يقول البعض طب الانقسام على الأرض عم يصير بالمدافع والدبابات والسكاكين والسيوف، شو اللي بيعملوا الكلام في 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 هذا الوضع؟ من يرى الأحداث اللي صارت في العالم العربي منذ 2011 يعرف أهمية الكلام وأهمية الخيال وأهمية الفكرة. جميل. هذا الشرح الوافي المتعمق في ما بين ثقافة وسياسة. نعم. أكيد ما أتى من فراغ، إنما أتى من مخزون قد يكون ثقافي أو معلوماتي لدى الشاعر تميم البرغوثي والدكتور تميم البرغوثي اللي هو أستاذ العلوم السياسية. يمكن من جمال هذا الحوار أنك ستتكلم عن جزء سياسي وجزء ثقافي وأدبي، لكن هل بالفعل هذا المخزون الثقافي اليوم يفجر القريحة لدى الشاعر أياً كان هو سياسي أو اقتصادي أو علمي أو ديني أو أياً كان في أي مجال؟ يعني إذا بتشوف، يعني أنا بأسحبك أكثر للشعر نوعاً ما. الشعر زي ما قلت لك هو تعبير الواحد عن ذاته فعلاً، صح؟ نتفق على هالمبدأ. بيعبر عن حاله أكيد بهالأدوات اللي عنده، باللغة اللي بيعرفها، بالموسيقى والأوزان والإيقاعات اللي بيعرفها، الموهبة. والشعر أيضا مش بس تعبير بالكلام، أنت ممكن تشوف شعر على الأرض، الناس بتكتبوا بأرجلهم. يعني لما تشوف عمل بطولي، لما تشوف الآن ونحن نحكي في فلسطين مظاهرات عم يواجهها الاحتلال بعنف شديد، وفي مراهقين وفتيان وأطفال واقفين أمام قوة أعتى منهم بكثير. هذا المشهد في حد ذاته شعر، حتى لو ما صغناهوش كلاما، مجرد مشاهدته صحيح. فهو يملي عليك أردت أم لم ترد أن تدونه، أو يدخل في وجدانك ويشكل الطريقة التي تعبر بها عن نفسك، بصير جزء من نفسك أيضا. ممتاز. هل هذه الصور التي تتحدث عنها هي الملهمات للشاعر؟ إن استطعنا إجازة التعبير في أنها هي سواء كانت ما تحدثت عنه الآن ما يحدث في فلسطين، أو إن كان المشهد الثقافي الإسلامي في 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 عالمنا العربي نوعا ما، أو إن كان في العديد من التخصصات. لا، أنت ممكن يلهمك أي شيء. يعني أنت ممكن تشوف نملة في رغوة صابون وعم تحاول تطلع من فقاعة الصابون ولا تستطيع، فتكتب عن الموضوع قصيدة. أنا عندي قصيدة عن نملة بتحاول تخرج من فقاعة صابون. وممكن تشوف صراع مع الحياة يعتبر، أو مع الموت. مع الموت، وصراع مع ما يبدو قويا جدا وهو في النهاية فقاعة صابون. وممكن أيضا تشوف مليون واحد في ميدان فتكتب عنهم شعر، وممكن تشوف غمازة في خد فتاة فتكتب عنها شعر، وممكن تشوف جدة ضخمة
عم تحاول تمر من الحدود من الجسر بثوب مطرز ومعها، وهذا صار عن جد، معها بلح كانت جاي من أعتقد من العمرة على الجسر ما بين الأردن والضفة الغربية. نعم. فوقفوها طويلاً، فزميلتها بتقولها شو ليش موقفينك؟ قالت لها ما مش عارفة، كنوا جايب شيء وبفتشوا. قالت شو جايب معك؟ قالت جبت بلح. قالت لها محشي ولا فاضي؟ يعني بنواة ولا بمحشي؟ قالت لا محشي لوز. قالت لها هاي المشكلة، هلا هيقعدوا يفكروا اللوز رصاص. نعم. وشي تاني، فيقعدوا ساعتين يفتشوا في البلح بلحة بلحة تيشوفوا شو اللي موجود فيه. فبدك تشوف قوة نووية عظمى زي إسرائيل خايفة من البلح، فبتكتب عن هذا شعر أو بتعمل عنه فيلم. أي نعم، أي قصيدة جداتنا كلها. يعني بقصد أي شيء ممكن يخليك تكتب، السبب الكتابة هو ذريعة حجة من شان تكتب وتعبر عن نفسك. بالضبط، مثير. طيب نريد أن نثير الحضور في قصيدة حتى وإن كانت للجدة. طيب أنا هاي القصيدة تحديدا جداتنا طويلة، فأنا خليني أقرأ قصيدة أقصر شوي. تفضل. الفرح. الله. رأيت اكتئابي عجوزا له بسمة طيبة أليفا كمن يسكنون الشوارع من دون مأوى، ينام على باب داري يصبحني بابتسامته حين أخرج أو أدخل البيت، ضيفي هو الشيخ لكنني وأنا صاحب البيت في يده كالأسير، ملاك مكير يسير بعكازتين وإن كان يبدو الجناحان في ظهره. كنت أسأله ما الذي يمنع المرأة مثلك يا سيدي أن يطير، فتأتي إجابته نظرة متعبة، مقيم على مدخل البيت ضيفي الكبير. أقول له ما اسمك اليوم يا صاحبي، فيوبخني قائلا لا أريدك أن تتفهمني، حسب قسم رغيفك بيني وبينك، كن صاحبا طيب القلب واجلس إلى جانبي. فأرق له رغم علمي بأن هلاكي أن أصحبه، وضيفي قعيد كبيت من الشعر منكسر الوزن والنحو ليس له أي معنى، ويغضب حين أحاول أن أعربه. أقول عسى أن يقوم ويرحل عني، فأزعجه بعلاج العدائي عمدا وأسئلة الجارحات، وأمعن جدا فيفهم قصدي ويشبه جدي، فيزداد مني اقترابا وودا إذا ما رآني أحاول أن أغضبه، ويشبهني الشيخ حين أحدق في وجهه وكأني أحدق في نهر دمع ومرآة نبع، أرى حسب وجهي يشيخ رويدا رويدا إلى أن أضيع أي من الجالسين الكثير. وفي الاكتئاب وإن كان دوما يثير التعاطف شيء من النرجسية، لأن الحزين يرى نفسه أولا، لأن الحزين يرى نفسه أولا، وإن الهموم نساء تغار فتحجب صاحبها عن هموم سواه، همومك مثل الغواني تريدك كلك، إن شاركتهن فيك هموم سواك تحررت من أسرهن، يشتتن عينيك مثل البغايا ويبنين حولك سجنا وجدرانه من مرايا، ويمعن حدق بوجهك يا نرجس الحسن والحزن، حدق هنا واستكن وافتتن بجمال الضحية. الله. ونرجس في ضفة النهر يجلس لا تحسبوه وحيدا، ففي الماء نرجس آخر أيضا، ولا تحسبوا بطل القصة الولد المتكبر يعجبه شكله، إنما بطل القصة الولد الغارق المشتهي أن يعود إلى نفسه ولدا يتنفس. نرجس نرجس أنا لراوي الملاحم أن يعرف الحق من عكسه، إن نرجس في النهر لا فوقه، إن نرجس طفل غريق وقد خلق الله من زنده طوقه، لا تحدق بصورة وهم على شاطئ النهر واسبح، فليس سواك هنا، انسه يا ابن أمي ولا تطمئن إلى أنسه، لا تصدق مراياك حين تريك تجاعيد وجهك، تلك تجاعيدها هي لا أنت يا صاحبي، لا تصدق همومك حين تغار عليك وتنصح، تقول لك اعتزل الناس حتى تصح، تنحى عن الدرب، إن الهزيمة قد رابطت عند بابك فاسمح لها أن تمر لتسمح، فقل عندها للهزيمة لن أتنحى لتمضي، ولن تجدي خجلا بي لأغضي،
وكسر مراياك، قل للعجوز على الباب أهلا وسهلا، تعال أشرب الشاي وامضي إلى حيث شئت، فلا شأن لي بعد إن عشت أو مت يا جدي الحزن. قم خذ هاك موسى الحلاقة، خذ هذه سترة وقميص جديد، وسر واسمك الحزن وافرح، ولا تخجل الآن من هبة الله واجمح. قضى الله بالخلل العبقري الذي يجعل المرأة منكسرا حين يكمل، مكتملا حين يكسر، مستقتلا حين يجرح، ليفترق النرجسان على النهر، هذا الأصيل وذاك الشبح. ويا جدي الحزن، إنك طفل على شيبة الرأس، لا تعرف المشي إلا قليلاً، فقم وامشي في الناس جهراً، لتشفى من العرج العرضي ومن شيبك المرضي. وإن سألوك عن اسمك قل لسم لليوم، لكنني من صباح غد سأسمى الفرح. فرح. صح لسانك. تسلم. حقيقة لما بدأت في بداية القصيدة، يعني أنا سرحت في البداية مع إلقائك الجميل طبعاً، ولا شك شاعريتك اللي ما يختلف عليها اثنين. تسلم. لكن تساءلت بيني وبين نفسي اليوم، أين هو الشعر الفصيح في هذا الوقت؟ اللغة العربية والشعر الفصيح كثقافة دول الخليج اليوم، نعلم بأن الشعر، واختلفنا على التسمية أنا وأنت، اللي هو النبطي، ولكن أنت قلت لي هو العربي أو الدارج، أو الدارج نوعا ما، اختلفنا حتى في التسمية. هل بالفعل انقسمت الساحة إلى ما بين شعر فصيح وشعر دارج بلهجتنا العامية، وإنجاز التعبير النبطي؟ شوف، كنت في الولايات المتحدة مرة وسألني زميل لي كان أستاذ في الجامعة، بقول لي اللغة العربية الفصحى أو اللغة العربية لا يفهمها أحد في العالم العربي، ليس كذلك؟ هي كاللاتينية في إيطاليا وفرنسا. قلت له مش صحيح، الناس في العالم العربي أذنها معتادة، هو ليس بعربي، هو أمريكي، أمريكي. معتادة على الفصحى يوميا، يعني نشرة الأخبار بالفصحى، الجريدة حين يقرأها بالفصحى، يسمع الفصحى 5 مرات في اليوم حين يسمع الأذان أيا كان ديانته، يعني يسمعها في بداية الإرسال ونهايته في التلفزيونات، يسمعها في مجالس العزاء، يسمعها حتى في عقد القران لما المأذون يقضي، يسمعها في وعظة الكنيسة. نعم. فاللغة العربية موجودة بشكل يومي في حياة الناس، ولذلك هي ليست لغة غريبة عنهم، ليست كما يسمع الفرنسي اللاتينية أو الإيطالي يسمع اللاتينية. واحد. اثنين، الشعر إذا قلنا هو كلام وتعبير عن النفس، فهو باقي ما بقي الكلام، ويتلون بألوان الكلام. فالشعرين، الشعر العربي الفصيح والشعر الدارج، ما بشوفهم مش أنا كنقيضين أو ككيانين متنافسين، الاثنين شعر عربي، وممكن الإنسان يكتب بهاي اللهجة الدارجة أو بتلك أو باللغة العربية الفصحى، والقصيدة نفسها هي اللي بتملي عليك لغتها، هي اللي بتملي عليك شكلها، كذلك هي اللي بتملي عليك وزنها. يعني أنا ما بقعدش في الأول أقول هكتب قصيدة فصحى على البحر الطويل، نعم، فأبدأ أكتب، لا، بقول لك بشوف النملة في قاعة الصابون فبكتب عنها. هلأ هي هاي النملة هي اللي بتقول لي كيف أكتب، يعني هتطلع قصيدة بالعامية مثلا، نعم، لأنه لو قلت نملة في فقاعة صابون صرت الناس بتضحك علي، بس لو قلت أنا نملة وقع في رغوة الصابون قاعد أرفص هل أكون أو لا أكون، ماشي تمرق. تمام. في المقابل بدي أكتب قصيدة في مدح النبي بصفته ثائر، نعم، وبصفته ثائر شجاع، عرف حتى يخرج على دين أهله في الوقت اللي ما كانش فيه دين بديل، يعني بالنسبة إلهم هو كفر، نعم، كفر بالأصنام، صح؟ نعم. فهذا صعب أكتبها بنفس لهجة أنا نملة وقع في رغوة الصابون، فبقول على النبي وآل البيت والشهداء مولاي صلي وسلم دائما أبدا. يعني الفكرة نفسها، القصيدة نفسها هي اللي بتملي عليك شكلها ولغتها. يعني نقدر نقول الحالة، إنجاز التعبير،
أو الموضوع نفسه هو اللي يملي عليك الطريقة لكتابة هذه القصيدة. صحيح. وسؤالك كان في شق تاني أظن سألت أيضا عن حال اللغة الجماهيرية. الجماهيرية بالفعل هذا اللي كنت أريد أن أنوه. شوف أنا أعيش الآن في القاهرة وكنت موجود في القاهرة خلال السنوات الثلاثة الماضية. نعم. والقاهرة مدينة في حالة ثورة دائمة الآن، فيها آمال عالية وإحباطات شديدة وخيبة أمل، لكن تجد الشعر فصيحه ودارجه مكتوب على الحوائط. في تونس كانت الناس تهتف بشعر أبو القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وتجد على نفس الحائط شعر بالعامي. خلني أختلف معك في هذه، معلش. نعم. يعني نقدر نقول اليوم على حسب ثقافة المجتمع، يعني اليوم في دول في منطقة الخليج تزخر منطقة الخليج اليوم في شعراء كبار من الشعر الدارج. نعم. يعني كثر وبدون ذكر أسماء، يعني إلى مستويات عالية سواء كان من علية القوم أو من أوسطهم. فبالتالي لو كان هذا الأمر موجود في على حسب البيئة اللي موجود فيها، يعني لو مثل ما ذكرت في تونس مثلا. نعم. أبو القاسم الشابي كان يتصدر الجدران في أبياته وفي صيحاته. صحيح. في الثورة. لكن في دول الخليج أكيد سيكون هناك من الشعر الدارج. يعني ألا تعتقد بأنه على حسب الثقافة فيما بين مجتمع ومنطقة وأخرى؟ والله أنا يعني أنت أدرى مني بمنطقة الخليج، أنا أتيها زيارة ما عشتش فيها فترة طويلة، لكن ظني أنه في العالم العربي ككل المشترك أكثر من المختلف، وأنه الكثير من القصائد الفصيحة ممكن تجد لها من الصدى في المجتمع العربي في الخليج ما للشعر الدارج أيضا. مثلا في جنوب العراق وفي الكويت هناك طائفة كاملة لها مناسبات دينية، في هذه المناسبات الدينية يغنى الشعر الفصيح والعامي وهي تستخدم في شعائرها. في الطائفة الأخرى من طوائف الأمة الأكبر عددا كثير من الصوفية مثلا جزء أساسي من ممارساتهم هو شعر وأغاني. فهذا إحنا بس بنشوف إنه الشعر هو فقط الشعر اللي بيقرأ شاعر على منصة في مسرح، بس الشعر أيضا متغلغل في حياة الناس في أشكال أخرى بيفاجئك من حيث لا تحتسب إنه بيفاجئك. أنا أعتقد إنه اللغة العربية ما تزال بصحة جيدة، هذا لا يعني إنه لا يجب أن نحميها، أن يكون هناك في دعم للمؤسسات التعليمية التي تعلم اللغة العربية جيدا، أن يكون هناك في وعي بأنه كثير من الشباب يمكن أكثر في منطقة الخليج وفي المدن الكثيرة المدن التجارية الكبرى، يعني بيحكوا إنجليزي بينهم بين بعض، في كثير من المتزوجين صغار السن بيحكوا مع أطفالهم باللغة الإنجليزية، هذا يجب أن يكون موعي به وأن يكون في دعم وتشجيع للغة العربية. ممتاز. لكن أنا مش شايف إنه في اقتراب ما بين الأمة ولغتها أبدا. الحمد لله، يعني هذه وجهة نظر تدعو للتفاؤل، مع إنه يعني أنا كنت أريد أدخل إلى شق آخر من نفس السؤال هذا، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. هي الكل يعلم بأن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم باتت هي الأسرع والأقوى في التأثير، سواء كان في القرار السياسي، سواء كان في حياة الشعوب، سواء كان في التواصل حتى ما بين الناس. اليوم زمان كان بيجيك لعند بيتك يقول لك طق طق كل عام وانت بخير، الآن يبعث لك رسالة يقول لك كل عام وانت بخير ويكتفي بهذا القدر. عدل ولا لا؟ صحيح. لكن اليوم تأثير هذه الوسائل التواصلية اليوم على مستوى الثقافة والشعر واللغة العربية كل ما كنا نتحدث فيه من قبل. نعم. اليوم هل بالإمكان أن نقول ونكتفي بأنه تميم الورغوثي عنده حساب في تويتر أو إنستغرام ممكن يبعث من خلاله قصيدة وينشرها ويكتفي بهذا القدر ولا يذهب إلى مثل هذه الجلسات وهذه المجالس ونقول الأمسيات الشعرية؟ لا، هو مرة تانية الشعر حكمه حكم الكلام. هل تستطيع أن تستغني عن الكلام وجها لوجه وتعتمد فقط على التويتر وفيسبوك ويوتيوب؟ في صورة ممكن تصير نكونوا أربعة قاعدين في نفس الغرفة وقاعدين كل واحد على التليفون تبعه بيستخدم هاي الوسائل، لكن في النهاية بدهم يحكوا مع بعض. هاي الوسائل بتزود القدرة على الاتصال ما بين الناس، وهي كأي اختراع جديد سلاح ذو حدين. من ناحية بتزود قدرة الناس على
التعبير عن أنفسهم، ومن ناحية بتزود قدرة الجهات صاحبة السلطة في مراقبتهم. يعني كمان زمان كان الواحد يمسكوه ينزلوا فيه ضرب مين أصحابك، هلا بيفتحوا صفحته على الفيسبوك بيعرفوا أصحابه اللي مش شايفهم في حياته غير مرة. ما له داعي يطقون الحين. بس في الحالتين هذا التقدم التكنولوجي جيد، لأنه ممكن يعرفوا مين كل واحد مصاحب مين، لكن إذا كل المجموعة كل الناس هم وأصحابهم والملايين قرروا إنه في يوم الأربعاء القادم أو الجمعة القادم نازلين يعملوا مظاهرة أو نازلين يحتفلوا في الشوارع، ما حدش بيقدر يمنعهم بسبب عددهم الضخم. قبل ذلك كان لازم يطبع منشورات وينزل يخبي وين آلة الطباعة ويخبط من بيت لبيت ويلا يلا يجمع 100 والمية ينزلوا ينضربوا، فالناس جيرانهم لما يشوفوا منضربوا يصعبوا عليهم فينزلوا. يعني وهكذا. يعني أنت إيجابي مع وسائل التواصل وليس سلبي؟ الاتصال صار أفضل. كمان أنا من الناس اللي مؤمنين، يعني أثق في الناس وفي قدرتهم على الحكم. أنا في الشعر العربي، خلينا نحكي أثره على الثقافة، حكينا كثير على السياسة، بس أنه أثره على الثقافة أيضا جيد. بطل فيه وكلاء ما بين الناس وما بين الأدب. كمان زمان كان بيكون في مجموعة من الأساتذة أو من النقاد ومجموعة من رؤساء تحرير الصحف ومن مديري أجهزة الإعلام والتلفزيون، هم اللي يقولوا للناس هذا شاعر عظيم وهذا شاعر سيء، هذا مشهور وهذا مش مشهور. الآن أصبح ممكن أي حدا، شبان كثيرين ما عندهم مش اتصال مباشر بمراكز القوة في الإعلام، بيكتب شعره على الحيط أو بيكتب شعره على الفيسبوك أو بيكتب بيعمل وكثيرين يعني عرفوا عن طريق الوسائل التواصل، عن طريق هاي ولم تتاح لهم فرص والحكم للناس بالفعل. هلأ قد يقال أنه طيب ما الناس ممكن تهتم بفن لا يكون، يعني في أنواع من الفن غير الجيد وتلقى إقبالا عظيما. في اعتقادي هذا لا يعني أن الناس غير قادرة على الحكم. أنا أظن أنه حتى الملايين اللي ممكن يتفرجوا على فن في اعتقادي واعتقادك مش جيد، هو بيتفرج على الراقصة الفلانية أو المغني الفلاني، وهو بيتفرج على أم كلثوم عارف أنه أم كلثوم أفضل من يتفرج عليهم، حتى لو كان مقبل أيضا على الراقصة الفلانية أو المغني الفلاني اللي هو مش أم كلثوم. العدد ممكن يزيد في جهة، لكن أيضا هذا لا يعني أنه كل هذا العدد الذي يتجه إلى فن لا نراه نحن يمكن أفضل فن في الدنيا لا يعرف ما هو الفن الجيد من الفن الأقل جودة. أنا أثق في الناس، فانفتاح الوسائل الاتصال رجع الحكم في أمور الأدب للناس، زاد من سلطتهم، زاد من تمكينهم. ونفس الشيء صار في السياسة، يعني في السياسة وفي في الأدب اتصال الناس ببعض بيزود قوتهم، وأنا في اعتقادي هذا شيء جيد مهما صار فيه بقول لك صعود ونزول ومشاكل. معاك تميم، لا يمكن فصل السياسة عن الشعر للأسف. عم بحاول والله مش عارف. أنا نفسي أفصلهم والله، بتعرف نفسي أكون زي يعني. هل هي بالفعل مأثر عليك لو أتينا إلى هذا الشق من الحديث، هل بالفعل السياسة أثرت عليك كونك دار السياسة وكونك مهتم في هذا الجانب؟ هل بالفعل أثرت على حتى نوعية القصيدة اللي في اعتقادي تكتبها؟ أثرت أكثر مما يجب. يعني مرة تانية، إذا الشعر تعبير الواحد عن نفسه، فإذا نفسه هذه فيها سياسة كتير بده يطلع في الشعر. هلأ ليش نفسه فيها سياسة كتير؟ لأنك فلسطيني غصب عنك بده يكون في سياسة. بدك تسأل ليش مثلا في السنة اللي انولدت فيها انه أنور السادات رحل والدي من مصر في نفس السنة اللي انولدت فيها؟ عشان أنور السادات عمل اتفاقية سلام مع إسرائيل وأغلق مكاتب منظمة التحرير، فلازم وأنا في سن 3 سنين 4 سنين أعرف شو منظمة التحرير وشو فلسطين وشو اتفاقية سلام، أشياء مفروض ابن 4 سنين أو 5 سنين يكون معفي من أنه يعرفها. هذا بيعمل نوع من الأثر التخريب يعني، ولازم يطلع التخريب بعدين في كلامك. يعني أول قصيدة كتبتها أو إشي سميته قصيدة كان عمري 6-7 سنوات، لسه بتعلم الكتابة يعني صف أول تاني ابتدائي. وأخطاء في الإملة وأخطاء، بس 4 أسطر كانت. لا بس أنت كانت عندك. كان الوقت رمضان، هيك قصيدة، كان الوقت رمضان وكانت الناس فرحانة، هيك بالتاء المربوطة، وحين انطلق المدفع لم يكن مدفع الإفطار. الله عليك. فهذا واحد مخه خربان متأثر. خربت له يا سياسة. لكن أتمنى يعني معك حق أنه الواحد بده جهد عشان يبعد هذا
هذا التغول السياسي على نفسيته. مو بس بدك تبعد، لكن انت هذا الجزء نساك يمكن حتى الغزل، وانت شاب الان من مواليد 77 والى الان اعزف يعني الشعر. والله تعرف هذا كمان له سببين. سياسي انه منذ 10 سنوات وانا لم استقر في مكان واحد، فعدم الاستقرار الجغرافي هذا بيعمل مشكله. بس كمان انا كاتب شعر، زي ما نقول عرفنا نحقق تحرره عن السياسي، شعر حب، بس مش ناشر كثير. طيب نبي نسمع شيء من شعر الحب. يا لهول الاهوال. طيب هو كل هذا الحكر في زاوية، لازم نحكرك في زاوية ونقتنص شيء جديد. طيب خليني أقول لك أول مقدمة القصيدة تبعت البردة، هي مقدمة ككل أشعار المديح يجب أن تبدأ بالنسيب. على فكرة هذه البردة هي قصيدة جديدة لك. نعم. ويعني كانت أنا باعتقادي هي منافسة، نافست ب 200 بيت ل 160 بيت و 190 بيت للشعر. هي معارضة لقصيدة الإمام شرف الدين البوصيري وقصيدة أحمد شوقي البردة ونهج البردة. قافيتها مختلفة على عكس ما هو معتاد في المعارضات، مقلوب البيت الأشهر للبوصيري اللي هي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فهون القافية هي مولاي صلي وسلم دائما أبدا، يعني قافيتها دال لأسباب لها علاقة بانقلاب في معناها أيضا، زي ما قلت لك حسيت الكلام على بشرية الرسول فيها. أنا حسيت أن هم بعد فيها نوع من التحدي، كأنه فيها نوع من التحدي لذاتك. الله يستر. لا لا مو لأشخاص، هو تحدي لذاتك أنت شخصيا. يعني هلا انت سالت عن شعر حب، فخلينا نشوف اول بيتين منها بلكي بزبط. ماشي، ولو انها ما هي قصيده حب، بس ما هيش قصيده حب، بس يعني تهريب. سم بسم الله. بسم الله. مالي مالي احن لمن لم القهم ابدا ويملكون علي الروح والجسد. مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى. بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي فأقبل منك اللوم واللددا. قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. وربما لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيدا. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمدا. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد.
ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد، ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، ولا تكوني عن الظلام راضية وإن هم ملك الأيفاع والوهدى. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مرد. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا. هذا مطلعها. يعطيك ألف عافية أولاً. الله يعافيك تسلم. وإحنا سعداء جداً إن إحنا معاك ونسمع صراحة، كل ما نسمع ندش إلى جو، من جو إلى جو. لكن حضورنا الكريم ومشاهدنا الكرام هو فاصل قصير إن شاء الله، ونعود مرة أخرى مع بعض للسادة المشاهدين بعد هذا الفاصل. راجعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم بعد هذا الفاصل. نعود مرة أخرى مع الشاعر تميم البرغوثي. أنا عندي لك اقتراح. نعم. إحنا ندع القصائد هي التي تتكلم، وليس يعني إلا لجمال هذه القصائد وإمتاع الحضور والسادة المشاهدين. إيش رأيك؟ تمام. خصوصا وأنك ما شاء الله عليك يعني إرثك كبير تبارك الرحمن في ست أو خمس، من خمس إلى ست إصدارات، إن لم تكن سبعة على حد علمي. ست دواوين شعر وكتابين في العلوم السياسية. كتابين ما شاء الله تبارك الرحمن. فهالست دواوين الشعر أكيد يجب أن تفيض في 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 هذه الجلسة، ولكن مدخل لهذه القصائد، هذا الإرث الشعري اليوم، كيفية الحفاظ عليه من وجهة نظرك كشاعر؟ كيف نستطيع أن نحافظ على هذا الإرث الشعري والثقافي؟ تعليم ثم التعليم ثم التعليم. واتصال الناس ببعضها، يعني هذول الأمرين. تعليم، دعم المؤسسات التعليمية التي تدعم اللغة العربية. إهمال اللغة العربية في مدارسنا التوجيهية وفي المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية مشكلة كبيرة في العالم العربي، ولا يجب أن يكون هناك يعني وقفة مهمة من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم لدعم هذه اللغة، لأنه إذا راحت هاي اللغة يعني هنصير بدون رابط. وانت شايف التفتيت اللي صاير في الأمة الآن، يعني البلد بنقسم طوائف، والطوائف بتنقسم على بعضها مدارس، والمدارس بتنقسم تنظيمات، والتنظيم الواحد بنقسم على حاله بصير يطلق على نفسه النار. فمرة أخرى أرى اللغة رابطا مهما، والأدب هو شكل من الأشكال المكثفة للغة. شيء ثاني، تسهيل اتصال الناس ببعضها. يعني هذه الندوة وندوات أخرى مماثلة في العالم العربي كله، يعني تعميمها أن تكون موجودة في المغرب والجزائر وفي منطقة الخليج العربي وفي الشام وفي اليمن، كل ما زادت هذه الفعاليات المتنقلة اللي بتزود من اتصال الناس الفعلي ببعضهم، مش بس عبر تويتر وفيسبوك. أنا فاهم تميم، ولكن ما تتفق معي بأن هناك صوت يقول بأن في هذا الزمن ومع هذا الجيل تحديداً، هو جيل التكنولوجيا لو لو أجاز التعبير لنا، أنه يرون أن هذه المادة اللي هي اللغة والقصيدة الفصحى وغيرها هي لغة جامدة وليست متحركة كاللهجة العامية. والدليل أن حتى في رسائلهم التواصلية أصبحت اللهجة العامية هي اللي دارجة أكثر. هلأ اللهجة الدارجة هي بالتعريف دارجة، يعني سميت دارجة لأنها درجت بين الناس، يعني عامية لأنها عمت على الناس. لكن المستخدمة يمكن نقول نغير التعبير، مستخدمة كثيرا، لكن ما أعتقدش أن اللغة العربية مهجورة على الأقل من تجربتي أنا. ما يعني نقول مهجورة، هذا حكم مطلق والحكم المطلق غير صحيح يعني. اليوم ما نقول مهجورة، ولكن بعيدين عنها نوعا ما.
شوف انا في 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 بعض الامسيات اللي كان لي شرف المشاركه فيها في فلسطين مثلا، كنت ارى اطفال في سن الثامنه والعاشره واقل واكثر حافظين قصائد كامله، قصيده زي قصيده في القدس، قصيده طويله نسبيا يعني 8 دقائق قراءتها، ويكونوا حافظينها من اولها الى اخرها، وقصائد اخرى، فاغاني فصيحه يعني احن الى خبز امي لمحمود درويش ولحن مرسيل خليفه، حافظينها الناس في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي الاردن، وفوجئت انه في ناس كثيرين في مصر حتى عارفينها. قصائد القصائد المغناة لنزار قباني، يعني الشعر العربي الفصيح موجود، فقط يجب تحسين ذلك بدعم اللغة العربية الفصحى في التعليم، في مؤسسات التعليمية. والجيل اللي تفضلت بذكره هذا جيل يعني لا يؤخذ بشكل مفروغ منه أبدا، هذا جيل فاجأ الناس وسيستمر في مفاجأتهم، فلا يطمئنن أحد إلى سكون يراه في جيل كهذا، إنما يسكن مؤقتا، وحين يفاجئ فهو يفاجئ مفاجآت كبيرة. في مصر في هذه الفترة مواليد التسعينيات، يعني الناس اللي هم الآن عمرهم في أوائل عشريناتهم، هم أكثر الناس نشاطا في الشارع، وأكثر الناس بدخلوا في نقاشات في السياسة، بلاقيهم بيحكوا في الماركسية وفي القومية العربية وفي الإسلام السياسي وفي الليبرالية وفي كل أنواع النقاشات الفكرية العميقة، وبتسابقوا في شراء الروايات، بتسابقوا في القراءة، حصل زي ما تقول ازدهار كبير لحركة بيع وشراء الكتب في مصر. أنا أتعامل مع ناشرين كثيرين، في دار زي دار الشروق في مصر هي دار كبيرة، ويعني القائمين عليها وأصحابهم أصدقاء، ففي الحوارات معهم السنة 2011-2012 إلى منتصف 2013 وحتى الآن، يعني في إقبال على القراءة حتى في ظل أزمة اقتصادية طاحنة. والله هذا شيء مبشر بالخير، يعني أنت إذا تعطينا هذه المعلومة وبدقة فهذا معناه أنه مؤشر جميل رائع للحفاظ على الإرث الثقافي. ولكن قبل لا أدخل إلى الاغتراب الثقافي وأثره على بناء القصيدة الشعرية، ما بي أطلع من محور الدارج، هل كتبت؟ خليني أقرأ لك قصيدة دارجة بالعامية المصرية. خلاص أنت اختصرت علي الدرب، تمام؟ أنت اختصرت الطريق. قصيدة اسمها هبل، جميع بعرف هبل الصنم الجاهلي، صح؟ ما في شك. يا هبل اسمك يضحك، يا هبل اسمك يضحك، برضو بعض الآلهة بتبقى سخيفة، متبتة قوي في الوظيفة بس رفضة تشتغل. شوف أكل عيشك يا هبل، قاعد تقول ادعوني أدلكم أماني، بس لما تيجوا تدعوا صفروا لأجل انتبه وافتح وداني وادبحولي كم جمل، آدي الجمل وادي الحمل، يا سيدي تلحلح بقى وشفلنا مكسور أو عليل، أو جرب انصرنا على الجيش الدخيل، يا عم دول جايين بفيل، طب بص خليك انت راكن بس قول ايه العمل، واللي اتخدع لما اتبع ضرب الودع عايز بديل. بعدين يا بيه والله ما احناش معجبين بالابتزاز المستمر بتاع سيادتك، تبقى أم وخايفة يتصاب ابنها في الحرب، تفضل تدعي وتموت نهنها، وتبوس جزم كهان سيادتك لأجل تحملها ابنها فيموت فتزعل، هي لسه يا دوب هتتنرفز وتكفر بيك، تمرض ابنها التاني فترجع لك تبوس رجليك. عبيدك مهما تخزلهم بيفضل عندهم حاجة تهددها فيرضوا عليك، ويحتاجوا وإنهاجوا وإنماجوا، ماسكهم كالسمك في إيديك وفي إيديك الشبك، عايش على الخوف والأمل. شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك،
يا هبل والكرسة إنك مستفيد من كفة الناس والعبيد، حتى اللي طالع روحه منك واللي نازل يشتمك. ما هو لما يكفر بيك عشان مقموص، عشان عايز يعاقبك أو يغيظك أو عشان تزعل، ده معناه إنه مؤمن بيك وبوجودك، فيصبح كفره إيمانه ونفيك يبقى تأكيدك. سمك فعلا سمك، والبحر صفحة مكرمشة في إيدك يا منشار، واخد الإيمان كده طالع ونازل، مؤمنة بيك القبائل ثعلبة وتغلب ووائل، كل تاجر له قوافل، كل سارق كل قاتل، حط في خزنة سعادتك درهمين يبقى خلي من كل شين، والوالدين يبكوا الليالي على الوليد اللي اتقتل. شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك. يا هبل والكرسة كهانك بيشتغلوك، أكيد هم اللي سموك باسمك التحفة ما بين الآلهة، لازم مؤامرة أو مغامرة من ولد كاهن صغير شكله كان فأسك وكان حابب يهزر. يا هبل وده اسم ده ينفع في صحبة آلهة وملوك، أكيد بدلوك وغشوك في البدل، بعدين يا عمي بيستغلوك من وراك، اللحمة ياكلوها وكمان الكسوة ياخدوها، وفلوس ملايين من القرابين بنوا بيها قصور عالية وسابوك قاعد إله من طين، ولكن ساعة الأزمة على هودج حديد يشيلوك وتتشحطط وتتبهدل بلا لازمة، ويروحوا يقتلوا باسمك أمم ويحطوا صورتك على العلم، وانت تجيلك بالبكم ما هقولك ايه، واحد صنم ومعارك الكهان لصالحك، حتى لو كهان قلل. شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك. يا هبل خدني بجدية، ده مش تهريج، وانت في وضع مش ولا بد، حس انت الوحيد في الدنيا دي مسموح لي شرعا اني ألعن دينك. يا هبل خدني بجديه، ده مش تهريج، وانت في وضع مش ولا بد، حس انت الوحيد في الدنيا دي مسموح لي شرعا اني ألعن دينك. اسمع، لولا بس ان احنا عالم طيبه، لولا بس ان احنا عالم طيبه بتصعب علينا العشره حتى واحنا مش طايقينك. اسمع، فاكر اما كنت لسه اله صغير ينحتوك عيل صباعه في بقه أو قاعد بيرضع، لسه فكرة في قلب كاهن كان مراهن إنه بعض الكذب ينفع، وإنه لو صنع ملك للآلهة ملوك البشر يمكن هتخضع، وإنه بعض الناس إذا ما صدقوا إنه الدنيا فيها عدل ممكن يعدلوا، وإنه حنين البدو للأسلاف وللمية يخليهم يحبوا إنه يكون لك لحية مفتولة ومحنية ووصلة لنص صدرك، وإنه تبقى إله مطر طيب قريب، لما ترضى الدنيا تشتي وما تغضب يبقى آخرك غيم ورعد. فاكر اما كنت وعد قبل ما الناس يطلعوا بيك السلالم، شعب مستيئس وحالم يرفعوك على العرش بعدين ينزلوا، تبقى انت قمتهم ويبقوا هم سفحك والضحايا مغطية نص الجبل. شوف اكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك. القطط عند الولادة بتبقى القطط عند الولادة في العلب متكورة، والآلهة بتبقى لطيفة وهي لسه صغيرة، ليها اتجاه ثوري ومعناها مجرد، إنما أول ما تعبد والمعاني بالحجر لطرش تجسد، والتماثيل هي رخرة يحبسوها جوا معبد، والمعابد يدخلوها بالأضاحي والتذاكر، والعقيدة يفرضوها ويحرسوها بالعساكر، حاجة من روح الإله تهرب وتتسحب من التمثال، ويرضى يتشري بالمال ويدخل يبقى قد القدرة من كتر الأضاحي، لو قطيع أفيال يجيله ياكله صاحي. يا هبل ارجع صغير، لو إله ارجع صغير واستقيل من شغلك الصعب التقيل، دي القعدة في المعبد يا راجل حاجة في غاية الملل. شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك. طب وهترجعنا لما نموت؟ طب وهترجعنا لما نموت بقى؟ ولا أنت ناوي تطنش العالم كمان؟ مرومة هم بيقولوا ناويين يرجعوا من بعد ما يموتوا، وفي واحد هنا بيقول هيكفر بيك وبيدور على ربه يكون يسمع له ويحبه، ومش برضه انت ليك كده جوز ودان، فبقول لك ايه، ما تجيب جهاز هاتف وتنشر نمرته او ننتخب لك برلمان. شوف يا اله العجوه يا فرحان قوي باسمك وشكلك، يا حمار الناس دي لو جاعت هتاكلك. شوف يا اله العجوه يا فرحان قوي باسمك وشكلك، يا حمار الناس دي لو جاعت هتاكلك. ولا اقول لك احنا ممكن نمشي ونسيبك بقى تحكم على اللاشيء،
على الريح اللي بتصفر وتتصنفر بها الوديان وترقع في البيبان، وبقى انت بالشعر اللي يشبه للحاف ورقبتك اللي غطسة ما بين الكتاف وأويمك العجوة، اطلع اجري ورانا وبقى عبد ويانا، وفتش عن سما تعلق عليها الخوف وتنقشها رسوم وحروف، وشوف لك عيلة تخشى عليها من الأزمان يا رب يا مان، عشان نعرف مصالحك يا هبل، عايزين نسامحك يا هبل، والله لينا مصلحة في إن احنا نؤمن بيك ونرضى، بس مش عارفين، لأن الدم مش مدينا خالص فرصة نفضى، ثم إن المشكلة إن انت برضو مهما تعمل فينا وتبكي عينينا يا هبل اسمك يضحك. يعني تميم ما شاء الله كمية الإسقاط اللي كان في هذه القصيدة كان كبير جدا. ما توديناش في دهي، ما فيهاش إسقاط خالص، احنا نتكلم على هبل. نعدي يعني؟ عديها. عديها، ماشي نعديها. طيب نتجه إلى الاغتراب اللي من الساعة قلناه، يعني هل بالفعل هناك اغتراب ثقافي خلينا نقول في نفوس اللغة العربية وأبناء اللغة العربية، هل بالفعل هناك غربة ثقافية في مجتمعاتنا العربية مما أدت يعني بأثرها على بناء القصيدة الشعرية؟ الاغتراب في بلادنا له أكثر من مستوى. في اغتراب سبب الثقافة التجارية الاستهلاكية الحديثة وبيزيد حيث يزيد. نعم. يعني في المدن التجارية الكبيرة حيث كل شيء يتم داخل السوق التجاري، اللغة هي لغة التجارة العالمية وهي اللغة الإنجليزية أساسا. في بس هذا مستوى في اعتقادي قشري، يعني مش راسخ، في مستوى أعمق منه وهو مستوى استعماري له علاقة باللي صار فينا من أوائل القرن. صرنا في نظم التعليم تبعتنا ما فيش فهم لثقافتنا وتراثنا العربي والإسلامي بشكل عميق. يعني يعرف الإنجليزي عن تاريخه في القرن الخامس عشر والسادس عشر أكثر مما نعرف نحن. يعني أنا سألتك مين سلطان مصر عام 1450؟ لن تعلم. بل لو قلت لك مين سلطان كانت تحت سلطة مين هاي المنطقة في تلك السنة، قد لا يعرف كل من نسألهم هذه الإجابة. لو قلنا لهم مين السلطان العثماني سنة 1601، قد يعرفون وقد لا يعرفون، بس الإنجليزي بيعرف. إحنا صار في اغتراب عن تاريخنا، صار في اغتراب عن تراثنا، ولذلك هذا إلو حدين. إلو جزء من إن إحنا مش عم نستنبط الأفكار النظرية أو التقدم الفلسفي الضروري سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي من تاريخنا وعم نستعير من الآخرين من ناحية، ومن ناحية تانية بيخلي عدد قليل جدا من الناس اللي يزعمون إنهم بيعرفوا هذا التراث يحتكروا سلطة المعرفة بدون ما يكون عندهم حدا يراقب على قديش بيعرفوا أصلا. يعني أي حدا بيلبس شيخ بصير عنده سلطة إنه هذا بيعرف التراث الإسلامي من غير ما يكون جمهور الناس قادر انه يحكم هو بيعرف عن جد ولا بيعرفش، لانه جمهور الناس مش يعني لم يتعلم لذلك. يعني الحكم صار شكلا وليس مضمونا تقريبا. يعني انت فاكر من شوي لما حكينا في الشعر لما قلت لك تمكين الناس واتصال الناس ببعضها بخلوهم هم اللي يحكموا جيد الكلام من رديء ويقولوا مين شاعر جيد ومين شاعر سيء، وهذه الرقابه الشعبيه على الادب هو شيء جيد. نفس الشيء على المعرفة التراثية والمعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. لو هذول الناس مطلعين على ثقافتهم مطلعين على تراثهم الإسلامي بالنسبة للمسلمين، والإسلامي أيضاً إسلامي والمسيحي بالنسبة لغير المسلمين، لأنه فضاء الإسلامي يعني مش بس مسلمين اللي عملوا التراث الإسلامي، في مسيحيين ساهموا في ما نسميه نحن التراث الإسلامي، في إسهامات مسيحية كبيرة فيه، ومن ديانات أخرى كمان. يعني ابن ميمون مثلاً يهودي بس جزء من تراثنا ومن تاريخنا أيضاً. اطلاع أغلب الناس على هذا التاريخ وهذا التراث هو نوع من صمام الأمان، ما بيخلي أي مجموعة قليلة تحتكر سلطة المعرفة بهذا التراث. فالاغتراب ضرنا من ناحيتين، خلق نخبة مغتربة عن جمهورها وخلق جمهور ما بعرف ثقافته، ممكن أي حدا يحكي باسم ثقافته قدامه من غير ما يكون عليه سلطة، عنده سلطة رقابية. الانتشار وسائل الاتصال بيسهل عليك هاي المهمة. هلأ ممكن زمان كان اللي بده يجيب كتاب زي كتاب الأغاني لازم يروح على مكتبة كبيرة ويجيب كتاب من 26 مجلد ويقعد يقرأ فيه، هلأ بيطلع من على الإنترنت.
يكفي أنه يكون موجود في الفضاء الاتصالات الجديدة هذه كلمة كتاب الأغاني أو اقتباسات منه اللي يخلي فيه عدد لا بأس به من الناس أكثر أكيد من مكان العدد من قبل يقروه ويعرف أنه هذا أيضا جزء من تراثنا إلى آخره يعني. فأنا أعتقد أنه الاغتراب موجود وهو موجود منذ عهد الاستعمار وأنه مقاومته ممكنة وأنه هاي التغيرات اللي صارت في العالم العربي رغم ما ندفع الآن من كلفتها إلا أنه في المجمل هي إيجابية وهي خطوة للأمام. آخر مستوى من مستويات الاغتراب هو التقسيم السياسي يعني هاي الحدود اللي حطتها بتخلي تروح من بلد لبلد بدك تأشيرة. إذا أنا بدي أروح لبريطانيا بعطوني فيزا 10 سنين، إذا بدي أروح على تونس بعطوني فيزا 10 أيام تمام، رغم أنه أنا مفروض يكون الوضع معكوس أو متساوي على الأقل. هذا التقسيم الحدودي هذا كمان بيغربنا عن بعضنا وهي وسائل الاتصال كمان بتكسر الحدود. إلي أصدقاء في لبنان هم على اتصال بفلسطينيين في 48، بتلاقي مغني في فلسطين 48 ممكن تقيم عبر وسائل الاتصال والفيديو كونفرنس أمسية غنائية في بيروت رغم أنها تقدرش توصل لبيروت. ما أعتقد الآن بخصوص التقسيم هذا اللي أنت تكلمت عنه، يعني ما لا نريد أن نحول الموضوع إلى سياسي محض وأنت على فكرة متعب سياسيا. أنا متعب جداً غلبان. أنت متعب سياسيا جدا لأن كل ما أريد أن أذهب إلى الكلمة والحرف لا بد أن تسحبني إلى السياسة، فشكلك طغيت علي ولا ما أطغى عليك. قلت لك عقلي خربان. أنا ما خربوا لي عقلي من وأنا صغير. لكن أنا أعتقد الآن يمكن يتوافق مع الكثيرين أغلب الدول اليوم سواء كانت الأوروبية أو الأجنبية وحتى بعض الدول العربية المتقدمة كدولة الإمارات اليوم انفتحت بشكل كبير جدا يعني، وهذا يعتبر ذكاء مستقبلي أنا أعتقد، لأنه في النهاية بما أننا أصبحنا قرية من خلال الإنترنت اليوم ما صار شيء صعب، أقدر أوصل إلى أقاصي البلاد بضغطة زر. وهذا أنا اليوم أجري حواري معك وأنا أستخدم ليس ببعيد أستخدم وسيلة اتصال، يعني هذه بيدي، هذا العالم كله أصبح الآن ملاحظ. أنا اليوم أقدر أسوي ويب سايت لتميم البرغوثي ويصبح بطاقة الهوية لتميم البرغوثي بالنهاية، أو لي أو لك أو للحكومة الفلانية أو 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 ويدفع فيها مصاريف ويدفع فيها أموال طائلة. ففي النهاية يعني خلينا نتجه إلى الاغتراب النفسي أو الاغتراب الثقافي نوعا ما في نفس كل شخص اليوم. ليش اليوم بوجهة نظرك كلصيق في الشعر الفصيح والثقافة ليش اليوم أنا أبعد عن وجود الكتاب في يدي مثلاً ساعة في اليوم؟ يعني أنا اللي أعرف أن أنت تأثرت وتأثر كبير جداً بالوالدة عسى الله يطول في عمرها. تسلم. والدتك مؤلفة وأديبة وأستاذة. والوالد أيضاً. والوالد أيضاً إعلامي وشاعر في نفس الوقت، فالبيئة التي أنت تأثرت فيها أنت قد تكون محظوظ لأنك تأثرت في هذه البيئة، لكن غيرك اللي ما تأثر في هالبيئة كيف استقطبه، كيف أسحبه إلى هذه الثقافة بوجهة نظرك؟ أنا يعني بصراحة الوسائل يعني كلمة تسحبه يمكن مش شيء عندي أفضل تعبير. استقطاب هو بيجيك لوحده، هو بيجيك لوحده، أنت بس عليك أنك توصل لقناة اتصال فقط. قناة الاتصال قد تكون برنامج تلفزيوني. إذا لا يأتي لوحده. وقد تكون إنك توقف في نص الشارع وتصير تخطب في الناس وتحكي شعر. صارت مرة معي في المغرب. كنت في مؤتمر عام 2000 مؤتمر هناك ورحنا على ساحة جامع الفنا في مراكش. هناك ساحة كبيرة وفيها ناس معاهم ثعابين وناس بيبيعوا هذا الحلزون بيسموه ببوش هم في المغرب وبيعوا شاي واللي بيع عنده يعمل شيء بيعملها. وقفت بينهم وكان حوالي مجموعة من الأصدقاء وبدأنا نحكي بالفصحى باللغة العربية الفصحى هكذا بدون هدف يعني. في خلال دقائق التم علينا حوالي 100 شخص، صار العدد يزيد، فصار اللي بده يحكي قصة يحكي قصة، اللي بده يقول شعر يقول شعر بالفصحى. فقط عليك أن تجد وسيلة اتصال، مش هتغلب. رحمه الله ناجي العلي رسام الكاريكاتير الفلسطيني كان يقول لو منعونا
من 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 كل وسائل الاتصال، هنكتب على الحوائط. في فلسطين كان في 3 محكوم عليهم بالإعدام في هبة البراق عام 1929، وجدوا في زنزانتهم شعر مكتوب بالفحم، وفي حادث آخر وجدوا شعر مكتوب بالفحم في أحد معتقلي ثورة 36. إلى اليوم يغني الفلسطينيون الشعرين، واحد منهم فصيح على فكرة والثاني موال بالعامة. فما في وسيلة إنك تكتم الناس. أعتقد الاتصال ممكن والاغتراب موجود كمشكلة، لكنه ممكن الانقضاض عليه. في مدرسة في الشعر العربي تجعل الاغتراب شيئاً إيجابياً، أنا لست منها، كنا تحدثنا عنها. يعني صار بعد سنة 67 أو في الستينيات عموماً في اتجاه في الشعر العربي كان بيقول أنه الشعر هو ممارسة للحرية الفردية في حدها الأقصى، وعلى الشاعر أنه ما يخضع لأي فعل جماعي، الجماعة طغيان. فإذا الشاعر كتب كلام لغته مفهومة معناه هذا مش مبدع، هذا أخذ كلام الناس اللي بيحكوا فيه مع بعض وكرروا. لازم يقول كلام لغة هو اللي مخترعها. ونجم عن هذا نوع من الشعر العربي، عمداً بكتبه الشاعر وهو مش متوقع أنه ناس كتير تفهمه، هو يرى أنه كل ما قل عدد من يفهمونه كل ما هذا صار معناه أنه شعره متميز أكثر أو مبدع أكثر أو متمرد أكثر على ما يراه طغيان الجماعة اللغوي. بس في اعتقادي هذا الانفراط، الشاعر بيكتب عن اكتئابه أو حزنه بلغة لا يفهمها إلا هو أو من يشبهه، وبيقلل جمهور الشعر جداً، هذا انعكاس أيضاً لحالة جماعية انفرطت الأمة فيها إلى أفراد بعد هزيمة 67 وما حولها. قلت ثقة الناس في المشاريع الجماعية الكبرى، قلت ثقة الأمة في ذاتها ككيان جماعي، وصارت هي ترى نفسها كأفراد منفرطين، فانعكس هذا على الشعر. أنا مش شايف في إمكانية أنك تفصل ما بين الإنسان الفرد وما بين حالة جماعته، حتى لما ينفرد هو بيعكس حالة انفراط أصابت جماعته. ممتاز. دكتور تميم، أنا تسمح لي أذهب إلى فاصل، والسادة الحضور والسادة المشاهدين سنذهب إلى فاصل ونعود، لأني دونت 3 نقاط أريد فعلا أن أناقش ولا أطرح، أناقش دكتور تميم فيها بعد هذا الفاصل. كن مستعد. فاصل وراجعين. الله يخليك. عدنا مرة أخرى مشاهدي الكرام وحضورنا الكريم مع الدكتور الشاعر تميم البرغوثي، ويمكن اللي راح ندخل الآن جولة ساخنة، ها، ولكن يعني نطريها شوية بالقصائد. ولكن في البداية خليني أطرح عليك 3 نقاط اللي كنت بقولها. قلت قبل قليل يعني لست براضي على مصطلح السحب ولكن الاستقطاب اليوم، وأختلف معك نوعا ما في هذا الطرح، لأنه الكل يعرف اليوم بأنه المؤثرات كثيرة اليوم على المتلقي، وإن لم تكون دارس ومتخصص دارس وشخص متخصص ودارس كيفية استقطاب هذا الجمهور، ماذا وإلا سيتركك هذا الجمهور ويجد ما يؤثر فيه بجهة أخرى. خلنا نسقط هذا الشيء على الشعر. يعني سألتك في بداية الأمر عن المنطقتين ومستوى الشعر في المنطقتين سواء كان الدارج أو الفصيح. اليوم أنا أريد أن أستقطب هذا الجمهور العربي اليوم إلى الشعر الفصيح، وأريد أن أستقطبه إلى اللغة العربية. وجدت برامج، خلينا نقول ثقافية، برامج مالت إلى الترفيه، لأنه أصبح الترفيه باب كبير جداً للاستقطاب، وأنت شاركت في إحداها. يعني هنا الاختلاف، الاستقطاب اليوم هو عملية بحث في نفس هذا المتلقي لكي يكون معي في اتصال مباشر، وبالتالي أريد أن أوصل لك كل الأفكار سواء كانت القصيدة سواء كانت الثقافة الديانة الرياضة أو غيرها.
هذه نقطة الخلاف اللي أنا وياك يمكن قد نقف عندها. أنا مش شايف كتير خلاف، يعني إنه في جهد من ناحية المرسل لكي يذهب إلى المتلقي بالفعل عبر الأشكال التي يختارها المتلقي. مانيش مختلف معك كتير، غير إنه أنا مش حاطط فاصل حديدي بين المتلقي والمرسل. لا لكنك أنت قبل شوي شنو قلت؟ قلت يعني إحنا هو بيجي بمعنى هو اللي بيجيني. أوكي فهمت. لا قصدي بأنه هو اللي بيجي لك، أنه أنا أنت عليك أنك ترسل، قلت تجد قناة توصل فيها وهو بيختار. مش شايف أنه يمكن هذا اللي سبب، يعني محتاج أوضح أكثر. أنت مش محتاج تعمل هندسة لعقل المتلقي عشان يتلقاك. مش محتاج أنا أقول والله أنا لازم أنت تقرأ الشعر الفرنسي الحديث في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 عشان تفهم شعري، بالتالي روح اقرأ هذا الشعر الفرنسي وبعدين تعال صير جمهور شعري. لا أنت هيك صعبت عليه. هذا أنا ما بدي شيء، ولا في نفس الوقت بدي أروح أقول له والله أنت لازم تروح تحفظ المعلقات السبع وبعدين تيجي عشان تفهم الشعر اللي هقوله. أنا بقول إذا أنت بتقدر تعرف لغة عربية أنك تقرأ الجريدة، تكفي أنك تقرأ الجريدة أو تسمع الأخبار وتفهمها. أنا مسؤول أنه لما أكتب شعر باللغة العربية الفصحى أنك تفهمه. طيب. وأنا واثق في حكمك أيها المتلقي على هذا الشعر. إذا أنت ما فهمتوش العيب عندي مش عندك، بس هذا اللي قصدي أنه بديش أسحبه، يعني بديش أعمل له عملية هندسة عقلية. ممتاز، خلني أخذ من هذه لأنها ستخدم النقطة الثانية اللي أنا قلتك اللي هي المؤثرات. اليوم إذا بالفعل كما ذكرت أنا، يعني ماني أطالب أنك تقرأ الجريدة إن كان، ولكن ألا تقع هناك مسؤولية على عاتق الشاعر بعدم الذهاب إلى مصطلحات عميقة داخل القصيدة؟ وهذه هم تعتبر نوع من الاستقطاب لما ألقى السهل الممتنع اليوم في قصيدتك، كلمات تؤثر فيني بسيطة جدا، تستقطبني، تستهويني، اليوم توصل معنى بإسقاط من الشاعر نفسه. يعني هلا من ايام اذا قريت العمده لابن رشيق، او قريت كتاب الصناعتين لابو هلال العسكري، او قريت اي كتب من كتب التراث في نقد الشعر تحديدا، هتلاقي من ذلك الوقت بقول لك تجنب وحشي الكلام، يعني تجنب الكلام الغريب اللي صعب على المتلقي فهمه. وفي قواعد كثير في العربي يقول لك يعني خطأ مطروق خير من صواب متروك، وأشياء من هذا القبيل لغويا يعني. فكلامك صحيح. بالعكس، أثر المتلقي على كتابة الشعر أكبر من هيك عندي. يعني أنا بقرأ القصيدة بقرأها لجمهور قبل ما أنتهي منها، بمعنى أنه ممكن أعيد صياغتها بعد قراءتها. أنا بقرأها وبقرأها على وجوه الناس وأنا بقرأها، يعني لما بقولها بشوفها في عيون من يسمعها، وممكن بعدها أحذف منها أو أزيد عليها أو ما انشرهاش بالمرة، ولا تنتهي عملية تعديل القصيدة أو الكتابة فيها إلا ببداية قصيدة أخرى. فبهذا المعنى المتلقي عم بكتب القصيدة معي، هو بيشاركني في عملية الكتابة. عشان هيك قلت لك الحد ما بين المرسل والمتلقي عندي مش بهذا الوضوح. أنا ما بديش أعمل له، هو عنده واجب وأنا عندي واجب وفي بيني وبينه بوق أو جسر أو منصة، وهذا الترتيب هو ترتيب جامد وثابت. المسألة أكثر سيولة من ذلك. ممتاز، جميل. هذه معلومة الحين أنا عرفتها عنك، تكتب القصيدة بشخصيتين وليست بشخصية واحدة، بشخصية المتلقي وشخصية الشاعر. لا، أنا المتلقي بيخبر الشاعر شو رأيه في القصيدة والشاعر بيقراها. أما بشخصيتين هلا بدخلوني مصحة يا زلمة. لا دائما احنا نضع نفسنا امام المتلقي لكي نعرفه قراءة، يعني اذا كان يعني راضي او غير راضي، فاحنا متفقين في هذا الشيء. لا مفهوم. لا وبعيد عنك ان شاء الله. تسلم الله. انا الى ان طبعا نستكمل باقي الوقت، انا اشوفك فاتح الصفحة في القدس، في ديوان في القدس، ديوان في القدس، فاتح صفحة معينة ومجهز نفسك، قد يكون في نفسك تقرأ لنا شيء منه. والله متردد. انت شو بدك تسمع؟ والله بالعكس، انا اجد من وجهة نظري اليوم ترك الحرية لك لسبب، لانك عندما تلقي شيء انت توده ستمتع الحاضرين، تمتع الجمهور. تسلم. طيب بدك غزل صح؟ والله صارت الساعة 12 يعني.
يطير حمام بيت الله نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي يريد بما به تخفيف ما بي. يطير حمام بيت الله نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي يريد بما به تخفيف ما بي فيرجعني كلا الشجوين شجوي وظني ما يحج الطير إلا لجمع الشعر من حضر وبدوي ولولا الشعر من عرب أحب إذا خلق الحمام بغير شدوي. يقولون أنوي أن تنسى هواها وهل ينسى ابن آدم حين ينوي. يقولون أنوي أن تنسى هواها وهل ينسى ابن آدم حين ينوي. وقيل تقوى يا هذا بصبر وإن الصبر يضعف لا يقوي. وقيل تروى في أمر تنله ومن لي ثم من لي بالتروي. هبوا حبي لكم ذنبا فإني رأيت القتل فيه من الغلو. نكون ولا نكون إذا اعتنقنا دخانا لا يكف عن العلو. هواء في هواء أو كماء على ماء فأحويها وتحوي. ونسأل عن نوايانا فتبدو على خجل وتبدأ في الدنو. تكون كمهرة ولدت حديثا تقوم على مراحل ثم تهوي. كأن لتوها ليلى تراني كما أني أرى ليلى لتوي. لكل تعانق كشف وفتح وكأس لا تراق لغير كفو. وخمر أدمنتنا فهي تسعى لنا كالبنت تغوى حين تغوي. ومن عن جسمه يبغي سموا فذا لم يدر ما معنى السمو. هواها معرب لغة الليالي ككوفي يعلم أهل مروي. يشكلها كنحات مدل يشوب جلال صخرته بلهوي. وصخرته الزمان غدت بساطا بكفيه فينشرها ويطوي. هواها كعبة والكون وفد له لجب وتلبية تدوي. وفي بالي حمام لا يبالي بهم يأوي إليها حين يأوي. كأن الله أقطعه سماء فأكرم هذه الدنيا بجوي. يطير ثنن ثنن مثل القوافي فأنقل شعره حذوا بحذوي. ويكتبني ويمحوني قليلا فديت يديه في خط ومحوي. لذاك أقول طار الطير نحوي لأروي عنه أشعارا ويروي. صح مسلم. أحسنت. تسلم. أحسنت. والله أنا سرحت مع الكلام. تسلم. ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. أذهب إلى الاستقطاب بس بنوع آخر. يمكن هناك الكثير من المحطات التلفزيونية اليوم تحاول استقطاب المشاهدين في المجالات المتعددة. اليوم ذهاباً إلى البرامج التي تستقطب الشعر وتستقطب المواهب نوعاً ما، نرى أن هناك العديد من المحطات تتهافت بل تتكالب على بما يسمى بالفورمات اللي هي البرامج المستوردة من برا للاستقطاب لمثل برامج المسابقات والمواهب. أنت شاركت في أحد هذه البرامج ولكن على قدر من الثقافة بمسمى أمير الشعراء. هل تعتقد بالفعل أن مثل هذه البرامج اليوم تساعد على نشر الثقافة كما أنت قلت قبل شيء والتعليم؟ لا أدري، يعني لا أدري مدى أثرها هي تحديداً. أظن أنه المسألة هي فقط توفير المنصة، توفير هذا الاتصال ما بين كاتب الشعر، ما بين الشاعر نفسه، وما بين جمهور التلفزيون عامة. كل ما يضاف إلى ذلك هو ضريبة، يعني كل ما يضاف إلى ذلك من شكل تجاري هو أمر على الإنسان أنه يتحمله كأنه ببلع موس. مع الوقت ما بيكونش فيه احتياج لذلك. يعني الآن خاصة بعد هذه التغيرات الواسعة في العالم العربي وبعد هذا القدرة الناس على أنهم يتصلوا ببعض، وهو حال لم تكن موجودة قبل 2011. نعم. لم يعد، صار الناس بيقوموا بهذه المهمة. احتكار المنصة، احتكار الميكروفون
لمحطات التلفزيون انكسر. يعني في الأول بسبب قناة زي الجزيرة مثلا من التسعينات احتكار الدولة للتلفزيون انتهى. لا بقى في خلافات، ناس تختلف سياسيا تتفق سياسيا، لكن الأكيد أنه منذ ذلك الوقت لم يعد التلفزيون الرسمي للدولة هو المصدر الأساسي للمعلومة عند كافة العالم العربي. بعد 2011 التلفزيون نفسه والراديو نفسه كوسيلة للاتصال انكسر احتكاره للمعلومة. صارت الناس بتجيب الأخبار مش من شاشة التلفزيون أيا كان، وبتجيب الأدب والفن مش من شاشة التلفزيون أيا كان، من الإنترنت اللي عنده إنترنت، من الحوائط اللي بيمشي في الشوارع، من المسجد أو الكنيسة إذا بروح على المسجد والكنيسة. ناس كتير هلا بتشوف الأخبار من تليفونها زي ما أنت شايف، صحيح، مش من التلفزيون. فلذلك لما بقول دعم التعليم، أعتقد أنه يجب أن يكون دعم المدارس، مدارس التعليم الابتدائي كمناهج، كمناهج وكمدارس، أنه الصف ما يكونش فيه 80 طالب، يكون فيه 20 طالب، يكون فيه صفوف كفاية، يكون فيه مدرسين أكفاء في العالم العربي كله، يكون فيه عدالة اجتماعية تسمح لكل الناس أنها تتعلم صح، وكمان المناهج أنها تكون فيها اطلاع على تراثنا بدون خوف. مرة تانية هذا يردنا على السياسة من التراث نفسه، يعني كل أحداث الفتنة الكبرى لا تدرس بتفاصيلها بسبب خوف سياسي في بلادنا، مع أنه كل الفكر السياسي المنتمي للتراث الإسلامي أوائله نبع من هناك. كل علم الكلام يشطب عليه وهو تراث فلسفي كبير جداً من بسبب الخوف السياسي. طيب تميم، تعتقد بأن الشعر اليوم، أو توافق على أن اليوم الشعر هو يعتبر وسيلة إعلامية حال باقي الوسائل؟ لا، الشعر فن. نعم، الشعر فن. استخدامه كوسيلة زي ما تقول، هل تعتبر السينما وسيلة إعلامية؟ السينما الرديئة ممكن تكون وسيلة بروباغاندا، ممكن تكون يعني قيمة. السينما القيمة مش وسيلة، هي الأساس، هي لا تستخدم. الفن، الفنان بيقول ما يراه، هو بيعبر عن نفسه. إذا صار وكيل بيعبر عن غيره، الأرجح بصير فن رديء. لا الشاعر ولا الممثل ولا المخرج ناطق رسمي باسم آخرين، هو ناطق باسم نفسه، ولذلك لا يمكن استقطابه ولا يمكن احتواءه إذا كان فنان حقيقي. زي ما بقول لك، إحنا عم نمشي في اتجاه حرية أكثر، رغم أن إحنا عم ندفع ثمنها. انكسر احتكار الدولة للتلفزيون، انكسر احتكار التلفزيون للحقيقة، انكسر احتكار التجار وأصحاب المال لهذه الوسائل كلها، بما في ذلك احتكار البرامج اللي بتحكي عليها. لا تحتكر الاتصال بين الشباب وبعض. فهذول الناس الفقرية اللي في الشوارع هم الملوك فعلا، وهم الأمراء إذا مش اليوم غدا. وهذا هيجيب فنه، هيجيب شعره، وهيجيب لغته، وهيجيب السينما تبعته، هيجيب أشياء أقل تكاليفاً وأكثر انتشاراً، وهيجيب فنه لأنه جايب بجمهور هو أحكم من القلة الأدبية اللي كانت تحتكر أنه هذا منيح وهذا مش منيح. جموع الناس بالنسبة لي أفهم أكثر فهماً من مجموع رؤساء تحرير الصحف العربية مثلاً، أو رؤساء تحرير الصفحات الثقافية في الصحف العربية. فإحنا هندخل على زمن في فن أجمل، وفي ناس أقوى. ممكن يكون بيننا وبين الزمن سنوات، ممكن يكون بيننا وبينه أيام. شنو المؤشرات؟ يكون بيننا وبينه حروب، بس هيجي، يعني هيجي. أنا سعيد جداً في وجودي في هذا المجلس الرمضاني، وتحديداً يعني باستضافة عاصمة الثقافة الإسلامية اللي هي شارقة، والمركز الإعلامي أيضاً، ووجودي معك كشاعر شاب ومبدع. ولو أن يعني ستثبت لك الأيام إن شاء الله في القادم بأن الشعر يحتاج الفصل عن السياسة أكثر، لأنه هي شعر ومشاعر إن شاء الله. وأرى لك ديوان بس رومانسي، ما في شيء. خلينا أقول لك شيء. أولاً الشكر لك، وشكر للمركز الإعلامي، مركز الشارقة الإعلامي، شكراً لهذه الندوة. خلينا أقول لك أنه إذا أنت بتحكي عن عاصمة للثقافة الإسلامية، في شيء في الثقافة الإسلامية، أنت بتحكي عن الشعر والسياسة، أو بتحكي عن فصل ما بينهم، قلت لك هذا لظروف مين أنا يعني شخصية، هذا مسألة، لا ممكن يكون مرحلة فعلا هي مسيطرة على خيالي، ممكن لاحقا يتحرر الواحد من ذلك، وأتمنى أن يجي الوقت اللي يتحرر منه. بس في شيء في الثقافة الإسلامية باين من رغبتك، فكرة الأمة. في اللغة العربية الأمة
أصلها من أي جذر لغوي؟ شو الجذر اللغوي؟ الفعل جذر اللغوي الثلاثي لكلمة الأمة، شو أصله؟ أما، أما يا أمه، صح؟ أما، أما، أما يا أمه، فهي أن يأم يعني أن يتجه يعني أن يذهب، أن يذهب في اتجاه، وهي من الأضداد في اللغة العربية، يعني أن تتبع، أممتك يعني مشيت وراك، أو أممتك يعني مشيت قدامك، أممت البيت ذهبت إلى البيت، أو أممت الناس كنت إمامهم. فالأمة ناس بتتبع إمام، والإمام في اللغة شو معناه؟ مثال، قدوة، مثال، سواء كان إنسان أو كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أو حتى ميزان، الميزان اللي بيقيسوا به استواء البناء اسمه في اللغة الإمام، صح؟ إذن ما يجعل هذه الفكرة الأساسية في الثقافة الإسلامية، ما يجعل الأمة أمة هي أنها تتبع مثالاً، فكرةً، خيالاً، وبالتالي لا يمكن الفصل بين الخيال وما بين هذا الكيان السياسي اللي أنت مسميه أمة. أضيف لك آخر شيء، شو الجذر اللغوي لكلمة قصيدة؟ القصد، والقصد من مرادفات الأم ولا لا؟ تبي تقنعني إن القصيدة، القصيدة هي أيضا كلام مقصود أو كلام قاصد، لأنه على وزن فعيل، والفعيل يأتي بمعنى الفاعل ومعنى المفعول، قتيل بمعنى مقتول، رحيم بمعنى راحم، صح؟ فالقصيدة هي قاصدة مقصودة، تقول شيئا ويقصد بها شيء وتقصد لذاتها، هي فكرة زي الإمام وزي الأمة، والإمام والأمة في اللغة واحد، إبراهيم كان أمة واحدة، صح ولا لا؟ نعم. هذا المفهوم الفلسفي ممكن نقعد نحكي فيه كتير، أكيد، لكنه مفهوم جذري في الثقافة الإسلامية ومرتبط بها، ويوسع الانتماء للأمة. لما قلت في الأول الثقافة الإسلامية أو الأمة الإسلامية لا تقتصر على المسلمين، أي حدا يتبع هذا المثال، يتبع هذا الخيال، هو جزء من هذه الأمة. مش في وثيقة يثرب في عن يهود المدينة، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم وهم أمة من دون الناس؟ نعم، صح ولا لا؟ نعم. مدام هيقاتلوا سوا وهيجاهدوا سوا هيكونوا أمة واحدة. ففصل الفكرة، الثقافة، كلفني هذا السؤال كثير، لحظة، فصل الفكرة عن السياسة مستحيل. آخر شيء، في اللغة العربية الشعر الفصيح يتمثل به، يصبح مثلا، صح؟ صحيح. حسان بن ثابت بيقول لك وأن أفضل بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقة، صح؟ إذا الشعر أصبح كان جميل بصير مثل، بصير له قيمة أخلاقية. في القرآن أليس يؤمن المسلمون أن دليل إلهية القرآن وبالتالي سلطته هو جماله، هو بلاغته؟ بالفعل، دليل إعجازه هو بلاغته. إذا كان القول جميلاً فهو صادق، إذا كانت الفكرة جميلة فهي قوية، فهي تحكم. اللي بقول لك إياه، أنا شفت في الشوارع جمال، شفت أمة وشفت أئمة من هذول الناس المراهقين والأطفال واللي اليوم واقفين ضد الدبابات في فلسطين. أنا مؤمن إنه هؤلاء الناس هيجيهم يوم وفكرتهم هي اللي هتسود، فكرة فيها عدالة أكثر ومحبة أكثر يا رب، وتراحم أكثر يا رب، ووحدة أكثر يا رب، إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفضيلة نسأل الله في هذه الليالي الفضيلة سبحانه وتعالى أن يسرد لنا جوهرة أو قلب الوطن العربي، وأن يعم السلام في جميع أنحاء الوطن العربي، اللهم آمين. تسلم. ونسأل الله السلامة لإخواننا في فلسطين. تسلم. وأنا أعرف قدر الألم اللي تشعر فيه حاليا في هذه الأيام بالذات، وبحديث جانب اليوم كنا أيضا نتكلم عن ذنب الأطفال وذنب المراهقين في فلسطين، كيف يؤخذون بجريرة قد يكونوا مو هم اللي عملوها ولا لهم ذنب فيها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لهم وعودة إن شاء الله فلسطين حرة أبيها بإذن الله. تسلم. وكلنا تنبض في قلوبنا هذه الدعوات، وأن يعم السلام على المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وأن تعم هذا التسامح. دين الإسلام هو دين تسامح، ولم دين الإسلام لم
يعني يبخس حق الديانات الأخرى حقها، لأن دين الإسلام هو دين التسامح سواء كانت المسيحية أو الإسلامية. في النهاية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بباقي الديانات، وهذا جسر من التواصل اللي الله سبحانه وتعالى جعله للمسلمين ولغير المسلمين. عموما نبي نختم هذا اللقاء في قصيدة، أنا قالوا لي على قصيدة من ثلث ساعة فاتت، لكن ما بغيت في القدس أقطع كلامك، ودنا نختم هذه الجلسة أو المجلس في قصيدة جميلة لك. في القدس. في القدس. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته، يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا، يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس أسوار من الريحان، في القدس متراس من الأسمنت، في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم، ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش، أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهران، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم. والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوساً مثل الجنين، حدباً على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة، ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها، توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت في الناس، تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، فهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا،
حتى إذا طال الخلاف تقاسما، فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه بسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا، فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو، ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، الكل مر من هنا، أمرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطئ الثرى. يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا، أرأيتها ضاقت علينا وحدنا. يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى، أراك لحنت. العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا. والعين تبصرها بمرآة اليمين، تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب، إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت في الدمع، قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت، يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت، أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. لفظ أفوك. شكرا. يعطيك ألف عافية. والحقيقة كانت لي أمنية في يوم من الأيام أن أزور القدس، وحاولت عدة مرات كإعلامي خليجي أني أزور القدس. عشت مع هذه القصة منذ 76 وأنا عايش معها، يعني أنا من مواليد 72، وعيت في الصف الأول ابتدائي على قضية القدس، وباتت معي سنوات عديدة، وكنت أحلم في زيارة القدس. من خلال قصيدتك زرت القدس فعلا، ولكن سيظل هذا الحلم معي إلى أن أزور القدس وأذهب إلى فلسطين، وهذا وعد بإذن الله إذا أتاحت لي الأقدار أن أزورها سأزور القدس وأكتب عن القدس بإذن الله. تزورها حرا وحرة إن شاء الله. الله يخليك. تميم البرغوثي شكرا جزيلا لك، أنا سعيد جدا. شكرا لكم جميعا. شكرا. الله يسلمك. شكرا. وشكرا للمركز مركز الشارقة الإعلامي لإتاحته هذه الفرصة لوجودنا في هذه الأمسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم الحب والوفاء على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى العالم العربي والإسلامي، وأن يعم السلام دائما بجميع طوائفه وأديانه إن شاء الله. آمين. ونراكم على خير بإذن الله. شكرا لمتابعتكم حضورنا الكريم، ومشاهد الكرام على خير ومحبة، نلتقي بإذن الله. شكرا.